Ett berg flodkrabbor, huller om buller. Inte riktiga krabbor. De här är gjorda i porslin. Men de är väldigt verklighetstrogna. Som så ofta i Iowa's konst slarvas det inte med detaljerna. En del är grå, andra vackert orange-röda. Så där som flodkrabbor blir när man kokar dem. Hans heter verket. Som heter tillbaks till den fest Alloway och Ebbet under 2010. Då kinesiska Salim al-Hudud och min annan har kvalitet in i hukuk al-mara, hukuk al-musawa al-jinderia, al-Ruin och al-muhajirin. Och bad al-siasat al-tahdaf även ännu takon fi salih al-bia. نعم مجد أيوب ماذا يمكن أن يقدم الديمقراطي في الانتخابات الأوروبية للسويديين داخل أوروبا وكيف يمكن أن يؤثر حزبكم وقضاياه والقضايا التي سيشتغل عليها على الصعيد الأوروبي في الحقيقة الحزب المسيحي الديمقراطي عارفين الحزب المسيحي الديمقراطي موجود النهارده في الفترة بقاله فترة طويلة وأول شيء حصل في أوروبا كان حزب سياسية مسيحية وهي اللي أسست هذا الاتحاد الأوروبي. أنسى أي شيء أول شيء أحب أقوله إن ممكن إنه ينتخب في السويد في البرلمان الأوروبي ياخد هذا الحق وينتخب أي حزب سواء إحنا الموجودين أو غيرنا ونفسر أشياء تانية الحزب بيرادها مليون بلوك ترى للقضايا التي ستتكلم وفعلا مليون يسير عضو الاتحاد الاوروبي وكيف يمكن ان يؤثر ذلك هنالك قضايا كثيره مهمه لحزب البيئه احدى القضايا هي قضايا الاحتباس الحراري قضيه اخرى مهمه هي قضايا المساندات الدولية ومساعدة الشعوب المضطهدة وحقوق اللجوء هذه قضايا مهمة نستطيع من خلال اقتراحات